ها على ما أنا سؤال اللحم الله هذا يصلح والله يعني. احمد جننهم ما ينغلب. ما شاء الله ما شاء الله، غيره حتى لو انغلب يضحك يضحك يعني. في كل انت في كل الاحوال تضحك، سواء هو غلبوه والله انغلب تضحك على هذا. زين شاي داخل؟ شو زين شاي داخل؟ الكيس ابو خيط ولعبه بزين. انا الليلة يا غايب فوق صدري حزني ما ادري شوق من البارح وانا احس تعب الليل طويل. ودك ان البرنامج في البر؟ لا بلا اي بلا حدود الجدران دي، فكينا في الخلاء. يا سلام الله يا اخي، تروح تسير تمشي. انا احب اني امد انظري، احب البصر عندي. لايتر ها؟ ماذا؟ ولا شو اسمه؟ ولا ايش قلت؟ لتر لايتر. لازم يدرون كلهم ايش انا ابي منك؟ اجل وشي ولع 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 الغاز. ابغى اعرف اسمه الاسم. لايتر لايتر بالانجليزي يعني ولع. طولت مقطع ها تكفى. طولت مقطع شو تقشان في خران كحن من قلبي. كنس شاهي مشينا للنواف، ما انا عارف ايش لعبت نواف. تبي تروح؟ لا شجر النمله. وقف اجلس وقف اجلس بس. انا هي لعبه طلابي بالفصل. سلنا نلعب الحين. كم سنة درست أنت؟ كنت تفضحني أنت كذي؟ لا يعني ما شاء الله هذه والله معقولة؟ عبرة. تدري أقولك شيء، السنة هذه الجاية كنت مرشح. والله ما شاء الله. أنت تريد وأنا أريد، الله يفعل ما يريد. خيرة. لا انت خلاص، انت اصلا نبونك جاهز للبرنامج مثل هالبرامج. ما شاء الله عندك جميع المؤهلات. الشباب الله يهديهم جوهم كلها ضحك ضحك ضحك. صح الضحك مطلوب بس يا اخي في فائده الضحك شوي. ترى بعد استفدت من الشباب كلهم يعني. ما ابغى اعرف طريقه تفكير كل شخص، اللي انا اعرف انهم يضحكون بس. لذلك ممكن اذا جت البرامج البعض منهم ممكن يخفق، أنا مو قاعد يطور من نفسه. ما سمعت ايش قال ابن معيان فهد؟ قال بعد 25 يوم او اخر 25 يوم تبدا يعني خلاص الناس تعرف الشخص من. انا اشوفه خلاص يعني الحين شباب شبه عرفنا بعض. جزاهم الله خير، كلهم قمه الاخلاق والاحترام جدا والله محترمين. وذي الاختلاف لعل لا يفسد في الود قضيه. انا الحين مثلا بجالسك انت لا أنا أنا مثلاً مثلاً أنا أسفان على حال اللي جالس يضحك بس على طول. لا مثلا ترى أنت تشوف في تبادل معلومات يعني. أنت ترى أنا حاط ببالي إني أستغلك أستفيد منك يعني بكل معلومة. أنا مثلك أنت، أنا مثلك دائما أحاول أني أستفيد من الكل، من الطفل والكهل والصغير والكبير اللي قدامي أحاول أستفيد منه في مجاله اللي مبدع فيه. إذا جالست مثلا بسام بسأله عن الإلكترونيات وبسأله عن البرامج وعن الهكر وهالبرامج وش أصلهن وكيف طريقة استخدامها. جلست مثلا مع غسان بحاول اني اساله عن اللغة العربية او اساله في الفلك ما شاء الله عنده، والله بساله عن شيء اختصاصه. بجالسك انت يا ابو ظهير بحاول اسالك عن مجالك، ما شاء الله انت متعدد في الشعر والله في مثلا العادات وعن الجنوب اي شيء ومعلم. الله يطول عمرك. فكذي انت ما يصلح، انت كل شخص يعطي جوه ولا تجبر الناس على جوك. انزل الناس منازلهم انت، ولا تجبر العالم على جوك انت. صح ما في شيء. خلي انا مشكلة تدري وش اني متعدد الاجواء. احسن لا مشكله ترى لما تكون تحب الضحك وتحب العلم. حب الضحك وتحب وتحب لازم تضحك، الضحك مطلوب.
عن اغلب ربعي يعني برا البرنامج، كل مكان عن برا البرنامج، اصدقائي اغلبهم والشباب والمحيط اللي فيه ما مثل مجالي عادي، أب لازم مثل مجالك ناس ترابع انت، ناس يحبون مثلا انت تحب الادب وناس تخليهم تباهم يحبون الادب كلهم، لا كل انسان صاحب الاخلاق وصاحب اللي خاف الله سبحانه وتعالى خاوه. صح اي والله انك اما انك تغث العالم، انت عندك معلومتين وغاث بهن العالم، تجلس وتوقفهن وتجبر الناس ان تستمع لك، ما حد او تجبر الناس على الشعر في كل جلسه تعد شعر، هم فيهم بارض ما لهم نفس. غلط غلط، انا دائما اقول القصيده احم مثلا اللي لست معك انت، لو القي لك سبع قصايد عادي معي. صح بروح مثلا بجلس مثلا من بقول لك مثلا مع مثلا بقول نواف انا مزعج انه بقصايد بقصيدتين مثلا قصيد بيمل بعدين. صح شوف القصيد وانا اخوك زي السلعه، لما تعرض من غير طلب ترخص قيمتها. يعني مثلا انت في بيتك دق لك الباب يقول عندي سياره تشتريها، اي سعر افوضك عليها تبيع، صدقني في نفس اللحظه بحس السياره ورا شيء، في نفس اللحظه نظرتي للسياره ما راح تكون كامله. بس لو انك انت جيتني قلت السياره هذه ابيها، يا اعطيك يا ارفض، شريت المطاف دليل قيمتها فيها ان طلبتها سلعه. وانا ترى والله واحد مقل جدا بكتابة الشعر. واحد الله يسلمك من الشعراء من الاعراب اعرابي راح يمدح امير، وكان يعني كانت قصيدته قويه وما معروف، فالامير شك فيه ان القصيده له ولا، ف يعني اجازه بشعير، اعطاه شعير كيس فيه شعير وقال له توكل، وارسل واحد من رجاله قال له متبعه وشوفوا رده فعله، فتبعه سأله قال له وش أعطاك الأمير؟ يقول له أعطاني شعير. قال زين وما قلت عن في بيتين؟ قال قلت. يقول يقولون لي أرخصت شعرك في الورى، فقلت لهم من عدم أهل المكارم وجزت على شعر الشعير وإنه لكثير إذا خلصته من بهائمي. إنه لكثير إذا خلصته من بهائمي. حلو. يعني انه بهيمه إيه؟ هو اللي يعني تقدس وتحب الشعير. ايوه اذا خلصتهم بهايم يقصد الامير. فراح الرجل واخبر الامير قال لهم رجعوه واكرمه وضحك واستانس، يعني تاكد ان القصيده له. كان شاكل القصيده مو له. فالحين بالفعل بعض الاحيان ان الشعر لما قال يقولون لي ارخصت شعرك في الورى، فقلت لهم من عدم اهل المكارم فجزت على شعر الشعير وانه لكثير اذا خلصتهم بهائم. انا اخذت الشعير من البهيمه. الشعير ها. فكيت البهيمه من الشعير. ايوه. فكيت الشعير من البهيمه. ايه. يعني كذي. فالشعر موضوع طويل وعميق، اتجنب اني اتكلم فيه لان اذا بديت فيه ما اسكت. والله الشعر شوف شعور ان اردت اظهاره امام الملأ أوردت الاحتفاظ به في نفسك فهو ألذ وأجمل. يا سلام، لكن ما أظني ألذ. والله إنه ألذ. ألذ يوم تحتفظ فيه. ألذ بيجي كلام. ألذ طبعاً أنا ما أكتب في الفضاء. ألذ إذا كان موضوع وترسله شخص ويعالج قضية ويلين صعب. إذا يعالج. ويقبل اعتذار. إنزين ترى هذه صح. هذه جميل. تؤجر عليه انت. جميلة، مثلا انا وانت مشكلنا على سبيل المثال. شفتك يا حي جلست واقول انا اكبر منك ما قمت مني مثلا. انا اذا قابلتك ما تسولف معي. انا اذا جيت معك تروح تتركني. واقول رفيقي ليش كذا؟ ما كان كذا. طلعت في رفيقي ما ابتسم. ليه؟ تتساءل. ممكن اوجه لك كلام. يا يحيى يا رفيقي وايش صاير؟ مثلا. حلو. انا وجد لذاتها لما ارسلها لك تبين لك خطاك وفجاه تجينا تعتذر، اعرف ان القصيده قويه ونالت اعجابك وجيت اعتذرت. لا هذه لو حوار صحيح ترى هذه دوره الشعر. دور الشعر على سبيل المثال. طبعا انا ولا قد كتبت بيت حب ولا حب ولا حب بالشرك. الشعر بعض
هشاشتي نطقت به شفت عي رغم إرادة. هذا ما أدري كيف العالم تشوفه بس ما. أب لازم أنت تكون شعورك صادق على فكرة. صدق 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 أنا أتكلم جد. ما أدري اهتماماتي هي غير ولا الحياة غير ولا بس إن شاء الله اللي بيحب يتزوج. محمود. أنت راعي غير حسن. واحد من الرجال تعاكر. لا انا احسب منها البسه. انا شفت سواد القماش في يده احسب منها راس البسه داخل علي. اتكلم عن الحب اذا يروعني ادري خلاص. يا سمسم يا سمسم سمسم يا سمسم معي قلم. أنا بقلم. معك ساعة؟ معي ساعة. الساعة 2:00 و 10 دقائق. إذا حلت النوم قبل الفجر. يا الله. نعم إذا سلبت منك سلبت. ترى تبعدك عن الأرق. تبعدك عن عدم التركيز. سبحانه وتعالى يقول رجعنا الليلة ايش؟ لباسا لباسا. انتوا لاحظت انتوا معروفين بالسهر وايد تسهرون في السعودية. انت ما في سهر هناك صح؟ ما في سهر في عمان. لا احنا خف. والله؟ والله. الرياض الحالة ما يعني طبيعي. السعوديين لما يجون احنا هناك في عمان السعوديين القطريين لاحظت عليهم نعرف وايدين يقولون كيف انتوا حياة دكاكين المحلات تسكر معكم من الساعة 12 يستغربون. قلنا له خلاص 19 كل شيء يسكر نوم ارقاد. يقولوا لا المفروض المفروض انه مفتوح 24 ساعه. ده في الرياض حتى المطاعم تقفل. انتم استغربت انكم تستغربون اذا شفتوا مطعم فاتح الصبح. انت تستغرب صح؟ انتم تستغربون. قلت الحين شفت الشباب مستغربين اه مطعم هذه فاتح صبح عندنا عندكم في الرياض كلهم جايين من برا اللي شغلي معك. اها من الرياض هم. الرياض مدينه لا تنام. الكافيهات لا قصدي انهم الكافيهات تجيها الساعة 4 فجر تلقاه مليء بالرجال والنساء بعد. لا تسهرون تسهرون شعبي احنا ما هناك مش تطلع من الكافيهات تفتح المطاعم وجبات السريعة ووجبات الافطار ومن يا رجل صارت المطاعم عندنا نظام في السعودية الحين تاخذ تصريح تفتح 24 ساعة يصير الموظف قدام 12 ساعة ذاك 12 ساعة. يا في ناس يداومون من 12 الفجر اللي 12 الظهر الثاني دام 12 الظهر 12 الفجر. فهمت؟ فهمت انا. شيء ايجابي والله. لا لا في ايش نوع من الايجابيه؟ شوف يوم جاء الحظر عندنا جاء عندكم حظر انتم؟ نعم. والله كم استمر؟ وايد ما ادري كم شهور يعني. يا رجل. نعم. تعبتوا نفسيا؟ شوي شوي. وين كنت محجور؟ لا لان احنا يعني كلمك عن بيئتنا احنا منطقتنا شويه فيها حريه. ايوه حريه يعني فيها فسحه قريب من السيح قريب من الحلال هجان وكذي شويه منطقه معزوله. انت قريب من الهجان دايما سكر بتلفظ دايما سكر بتلفظ احسب التسعين ليله بين عدل وبين ليله.